السلام عليكم ورحمة الله. واحد من أكثر الأسئلة اللي توصلني هو من طلبة وتلاميذ يقولوا لي أنا واجهتنا مشاكل ولا في الدراسة ولا واجهتنا صعوبات ولا مثلا يعاودوا سنة وهذا الشيء يخليهم يفشلوا ويخليهم يحبسوا الدراسة ولا يعني يفقدوا الأمل من الدراسة ويقول لك أنا ما نصلحش إلى آخره. فنجاوبهم من خلال قصة عشتها أنايا. لما كنت طالب في الدكتوراه عندنا 3 سنوات، كل سنة المفروض نخدم عليها على بحث وننشره. في 3 سنوات ننشر 3 أبحاث. فأنا في السنة الأولى تاعي خدمت على مشروع من المشاريع، خدمت عليه بزاف لمدة سنة كاملة. في البداية كانت الفكرة تبان لنا فكرة رائعة تماما ويعني تنجح نجاح كبير، فخدمت عليها تعبت عليها بشكل كبير ما تصوروش. حتى يعني في نهاية السنة لما وصلنا للمرحلة وين نجربوا هذه الفكرة على أرض الواقع لقيناها للأسف ما تصلحش، الفكرة ما كانتش مليحة، وهذا معناه أنه المشروع كامل يعني فشل، ما نقدرش ننشر عليه بحث. انا يعني زعفت بزاف لانه تعبت فيها تعب كبير ما تخيلوش، فزعفت يعني لانه ضاع لي سنه كامله معناها لازم نعوضها بسنه اضافيه في الدكتوراه. فمعليش الله غالب زعفت شويه، ولكن بعدها عاودت بديت مشروع جديد اللي هو في السنه الثانيه. في المشروع الجديد بعد 3 أشهر فقط قدرنا نكملوه ويعني وصلنا لنتائج رائعة فعلا، ونشرناها في واحد من المجلات أحسن المجلات العلمية، وحتى نتيجة البحث هذا تحصلت على جائزة اللي هي ميدالية برونزية في مسابقة لطلبة الدكتوراه في هذاك الوقت. الفضل الأول في يعني في نجاح في النتيجة الجيدة اللي وصلنا لها في المشروع الثاني يعود إلى المشروع الأول، رغم أنه ما عندهمش يعني علاقة كبيرة، يعود إلى الفشل في المشروع الأول. المشروع الأول صحيح أنه فشلنا فيه وما يعني ما وصلناش لنتائج مليحة، ولكن تعلمت فيه خبرة كبيرة بزاف. هذه الخبرة والمعلومات هما اللي مكنوني في المشروع الثاني من أني يعني نتحصل على نتائج مليحة. من هذه التجربة تعلمت أنه الإنسان في الحياة هذه كاين المشاكل دائما، كاين صعوبات، كاين الإنسان مستحيل أنه دائما حياته تكون مليحة، فدائما كاين مشاكل، كاين صعوبات، يوصل دائما وين يفشل في بعض الحاجات. فمعليش هذه ما لازمش تكون نهاية، وما لازمش الإنسان يفقد الأمل ويقول لك لا أنا ما نصلحش وأنا نحبس وأنا نبدل ندير حاجة أخرى. لا معليش، واجهتك صعوبات في حاجة، فشلت في حاجة، ما كاش مشكل، عاود طلع راسك وعاود امشي، يعني حاول تستفيد من التجربة هذيك، حاول تتعلم منها واش تقدر تتعلم منها، حاول تصلح ممكن أخطاء ارتكبتها في التجربة الماضية، وحاول تمشي للأمام، استعملها كخبرة وما تعتبرهاش كفشل.